أنا باريزاد. عن جد؟ يعني أنت باريزاد؟ تعرف؟ كأني بعرفك، كل هالشي على قد ما أني حكيت لي عنك، لك صرت بعرف عنك كل شي. ومين حضرتك؟ رح أعرفك عن حالي، لأنه أنا ماني مشهور مثلك. أنا اسمي شارجيل، وطبعاً عم تسأل حالك مين هاد شارجيل؟ أنا بكون قرايب أمها لآني، وبعرفها من هي وصغيرة. أهلين. احكي عن حالي أكتر ولا تمام هيك؟ واضح بالنسبة إلي، في كتير شغلات حابب تحكيها عن حالك، وأنا جاهز أسمع. ليش لسه واقف على الباب؟ تعال تفضل. شكرا. أهلا وسهلا. تسلم. هاد كل يلي صار. منشان هيك حطيت شباب من مرافقيني مشان يحرسوا البيت. أنا آسف كتير وبعتذر على الأزعاج اللي سببت لكم إياه. لا لا أبدا، ما في داعي للاعتذار. كل الفكرة إنه نحنا كنا مستغربين، بس بالنهاية عملت هيك لأنك خايف علينا. أنا قلت لها لأمي إنه ما تقلق ولا تخاف أبدا، بس هي مو بإيدها، هيك بتضل قلقانة. عفوا، يعني هلأ الأمور انحلت؟ أنا قصدي يلي عمل هيك انمسك؟ رح ينمسك عن قريب. طلبي الوحيد منكم أنه تخففوا طلعاتكم من البيت هلأ، يعني بس هالفترة، وإذا طلعتوا بتمنى ترجعوا قبل ما تعتن. طمن، ما تاكل هم ولا تقلق أبدا، بما أني أنا هون هنن ما رح يطلعوا. إذا بدهم شي أنا بجيبه، ما رح أتركهم أبدا، وإذا اضطروا يطلعوا أنا رح كون معهم دائما. شو رأيك خالتي؟ بالله في أظرف مني، شخصية ودكتور وحليوة. لا تدقق، هو هيك بيحب يمزح كتير. شو بدي أعمل يعني، بيحكي شو ما بيخطر على باله، كأنه نحنا أخذنا الحديث معه. رح أعمل شي نشربه. إيه؟ شاي مع قرفة وزنجبيل. إيه؟